وخلال جولته بميناء الإسكندرية، أكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين. وأشار مدبولي إلى رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة.